يعني انت بقى 5000 ملي امبير بطارية وكمان 3 كاميرات و464، كل ده ب 2000 جنيه. انفينكس هوت 8، انفينكس المرة دي فعلا بجد بتتطور وبتعمل لنا بطارية 5000 ملي امبير بطارية حقيقية، ولا مجرد فرقعة فاضية انفينكس بتعملها من جديد وشو عمال على بطال بيعمله عبد الله عبد النبي على كل مواقع السوشيال ميديا. خلونا بقى نشوف ايه قصة الهوت 8 من انفينكس. انا محمد طايل، يلا بينا يلا بينا. بالنسبة بقى يا شباب للديزاين بتاعنا اللي احنا المفروض اول حاجة هتلفت نظرنا، لا هو مفيش حاجة لفت نظري في التصميم، لان التصميم زيه زي كل تليفونات انفينكس اللي شفناها في الفترة الاخيرة، ولكن عندي عليها كده بعض التعليقات حابب ان انا اقولها لكم. اول حاجة هتحس بيها ان الجسم ذات نفسه بتاع الموبايل ما بقاش يوني بادي، يعني مش الجسم كله حتة واحدة، لا بقى في فرق ما بين الفريم وما بين الظهر، ودي حاجة ملحوظة كويس قوي في التصميم اول ما تمسكه. تاني حاجة في التصميم زرار الباور هنا كده عليه نقشة تعتبر اللي هي نقشة كويسة قوي بتفرق ما بينه وما بين زرار الفوليوم اب والفوليوم داون. تالت حاجة ودي اللي هتلاحظها بشكل كبير قوي، ان بقى فيه نسبة زيادة في الطول عن عرض الجهاز، فالجهاز فعلا حرفيا طويل، يعني ممنوع ان هو يستخدم وتعرف تجيبه بايد واحدة اطلاقا. ولكن مع ذلك برضو ان سماعة السبيكر بقت موجودة هنا ناحية الشمال، ودي سهلة ان هي تتكتم بسهولة، لكن غير كده ما عنديش اي نقاط ولا اي ملاحظات تانية على التصميم. الخامات ما زالت كويسة مع انها بلاستيك ولكن حلوة. ادوات الحماية اللي ضافتها لنا هنا انفينكس هي تعتبر بصمة الايد او بصمة الصباع، وشغالة بشكل كويس قوي وما كانش عندي عليها اي مشكلة. وكمان الفيس انلوك اول ما بتفتحه بيفتح معاك بسهولة جدا وما عنديش برضو عليه اي مشكلة اطلاقا. نيجي بقى لأهم حاجة واللي انفينكس المفروض بتركز عليها في نقطة الدعاية بتاعتها، وهي الأداء. هل فعلا الأداء هنا يا شباب محترم؟ مبدئيا هو بيجي بهيليو بي 22، النسخة اللي نزلت مصر هي هيليو بي 22، ودي نسخة ثمانية الأنوية، وكمان معاك 4 جيجا و64 جيجا ذاكرة داخلية، وعندك معالج الرسوميات اللي في النسخة دي هو باور في ار جي اي 8220، ويعتبر باور في ار يعتبر كويس ومناسب لاستخدام الالعاب. هنا بقى الجهاز هيقدر يشغل لك كل حاجه. استنى قبل ما اقول لك، اول ما تفتح الجهاز هتلاقي عندك سوفت وير ابديت لازم تعمله، عشان في شويه باجز هتتحل اول ما تعمل فيها السوفت وير ابديت ده. اما بالنسبه بقى لاداء الجهاز مع تطبيقات السوشيال ميديا اليوميه، فيسبوك انستجرام يوتيوب واتساب، كل ده هيقدر يفتحه معاك بشكل كويس قوي. وهنا ال 4 جيجا رام لعبه دور حلوه قوي في التنقل ما بين التطبيقات، مش هتحس باي لاج. لكن دلوقتي لما تيجي تبص بقى على العاب هتلاقي لعبه ببجي وكمان عندك لعبه كول اوف ديوتي هتشتغل معاك بشكل كويس قوي، ولكن على الوضع النورمال او اقل حاجه هتكون معاك كويس قوي. هتبدا ترفع للوضع اللي هو الميديوم او المتوسط، ولكن هتلاقي عندك سقوط في بعض الفريمات، ولكن هو يعتبر في الاول وفي الاخر جهاز معمول للسوشيال ميديا وبعض الالعاب الخفيفة وكمان الالعاب التقيلة زي ببجي وكول اوف ديوتي، ولكن على الدقة المنخفضة او القليلة عشان معاك بيرفكت. بالنسبة بقى للبطارية اللي انفينكس مركزة عليها في كل الدعاية بتاعتها واللي سألناها في بداية الفيديو، هل هي فعلا فرقعة فاضية من انفينكس وحركة تسويق من عبد الله عبد النبي، ولا هي فعلا بطارية كويسة؟ البطارية هنا 5000 ملي امبير، الشاحن بتاعها مش خرافي ولا حاجة، يعتبر شاحن عادي، ولكن لما تيجي تقيس بقى البطارية دي انا قستها في وضعين، وضع كنت بستخدم فيه الجهاز عبارة عن وضع مكالمات وشوية تصفح بس كده من وقت للتاني، البطارية استمرت معايا على الوضع ده اكتر من 3 ايام، دي فعلا حرفيا كانت مستمرة معايا على الوضع اللي يعتبر استخدام بسيط جدا. اما لما بدات اتقل عليها فعلا بقى وحطيت حساباتي كلها على الموبايل واتساب وانستجرام وفيسبوك وبدات اتعامل فعلا مع الجهاز، الجهاز قعد واستمر معايا على الوضع الشاق وجي بي اس وتحت اشعه الشمس والبلوتوث وكل حاجه مفتوحه، استمر معايا يوم ونص. ففعلا اداء الموبايل ده يا جماعه مش طبيعي، البطاريه هنا مش طبيعيه، البطاريه هنا بتفكرني بالابطال الخارقين، البطاريه فعلا من افضل البطاريات اللي انا جربتها في فئه ال 2000 جنيه.
انا ممكن افضل ادي لاف كتير قوي وقلوب كتير قوي وافضل احب في انفينكس بسبب الجراب اللي بتحطه مع اجهزتها في الفتره الاخيره. الجراب ده يا جماعه عليه نقشه كويسه قوي لدرجه ان النقشه دي حلوه بصراحه، بتعجبني، تحس كده ان الجراب سكسي. الجراب لوحده يخليني اشتري الموبايل بصراحه. الجراب حلو، شفاف، سيليكون، ولكن النقشه اللي عليه ممتازه. وبرده من ضمن القيم المضافه اللي جت هنا في العلبه بتاعتها ان الجهاز بيجي فيه او تي جي وكمان جيروسكوب سنسور، يعني بيدعم نظارات الواقع الافتراضي. اما بالنسبه بقى لسماعه المكالمات فدي تعتبر فضيحه حرفيا. طول ما انت قاعد لازم هتوطي سماعه المكالمات، يمكن تخليها على من 3 ل 4 بس عشان تقدر اللي جنبك ما يسمعش المكالمه بتاعتك وتدخل في خصوصياتك. اما بالنسبه بقى للشبكات فيعتبر جربت عليه الثلاث شبكات المعتادين زي ما انتم عارفين وشغالين بشكل كويس قوي. محدش مره اتصل بيا وقال لي التليفون بتاعك مغلق، مع ان الاماكن اللي كنت بقعد فيها كانت شبكتها المفروض طبيعيه. اما بالنسبه بقى لحاجه تانية وهي الجي بي اس، وقلتوا لي ضيفها في المراجعات بتاعتك. بالنسبه لتجربه الجي بي اس هنا تعتبر متوسطه، يعني مش الاعلى ومش الاقل، لا هيحدد موقعك بشكل كويس ولكن هيتاخر كده لمده ثانيه او ثانيتين عن بقيه الاجهزه اللي في نفس الفئه السعريه بتاعته. بالنسبه بقى يا شباب للشاشه، الشاشه فعلا كانت كويسه جدا. هي بتيجي بحجم 6.5 انش من نوع اي بي اس اتش دي بلس، ولكن مع ذلك الشاشه سطوحها تحت اشعه الشمس انا ما قابلتش معاه اي مشكله. ويمكن ده طبيعي على انفينكس الفتره اللي فاتت ان كل الشاشات فيها كانت حلوه قوي، فبالتالي لو انت تحت اشعه الشمس او حتى في الاندور زوايا رؤيه ونسبه سطوع كويسه قوي ومش هتقابل معاها اي معاناه اطلاقا. بالنسبه بقى لكاميرات الموبايل ده، الكاميرات الاساسيه هنا بتيجي 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، والكاميرا الثانيه هي 2 ميجا بكسل ومخصصه للعزل، والكاميرا الثالثه تعتبر هي QVGA فقط لا غير. اما بالنسبه للكاميرات الاماميه فهي بتيجي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0. لكن استنوا بقى، بعيدا بقى عن شغل الكاميرات والحاجات دي والارقام اللي على ورق، تعالوا نبص مع بعض على تجربه فعليه. خدت الموبايل ونزلت بيه وقعدت اصور بيه. بالنسبه للكاميرا الاماميه الصور كانت كويسه بالنهار وفي الاضاءات القويه، اما بالنسبه للصور في الاضاءات الضعيفه هتحتاج ان انت تشغل الفلاش، لان هو هنا مرفق بفلاش حقيقي، يعني هاردوير مش سوفت وير، والصور فيه بتعتبر كويسه الى حد ما. لكن لما نيجي بقى للكاميرا الخلفيه، العدسه الاساسيه 13 ميجا بكسل هتطلع لك صور بديناميك رينج متوسط طول ما انت في اضاءه قويه او في اضاءه النهار. اما لما تيجي تبص على الصور اللي بتطلع منها بالليل هي صور كويسه ولكن مليئه بالنويز على الرغم ان فتحه العدسه هنا f1.8. اما بالنسبه للعزل بتاعه فيعتبر كويس مع بعض الغلطات البسيطه. اما بالنسبه للكاميرا الثالثه اللي هي QVGA دي تعتبر يعني بص، هي دي كاميرا المفروض ما بتشتغلش الا اللي هي بتحسن من جوده الصوره، ولكن انا مع تجربتي ليها يعتبر ما حسيتش بفرق للامانه ما بين الصور اللي بتطلع والتانيه، ولكن هي ميزه موجوده في الكاميرا وهي بالفعل شغاله. بالفعل شغاله، كل ما تحط ايدك عليها هيقول لك وسع ايدك يلا عشان انا اقرا السنسور، فهي بالفعل موجوده، يعني مش كاميرا فيك ولا حاجه، ولكن يعتبر ملهاش تأثير بشكل كبير على الصور لان هي QVGA فدقتها قليلة جدا. قبل بقى ما اقولك يا صاحبي هل فعلا الجهاز ده يستحق ان انت تشتريه ولا لا، خليني اقولك ان في مميزات كتير قوي وقيم مضافة موجودة في السوفت وير، فانت عايز تشوفها لازم تتفرج على الفيديو اللي من اي هنا او هنا على حسب ما يظهر، او في وصف الفيديو تحت هسيب لك اللينك بتاع الفيديو الخاص بالسوفت وير والمميزات بتاعه الاكس او اس الجديده، لان هو شغال باحدث نسخه من اكس او اس 5. خلوني بقى اقول لكم الجهاز فعلا يستاهل ولا لا. بالنسبه للامكانيات اللي اتكلمت عليها انفينكس في الدعايه بتاعتها زي البطاريه والاداء بتاعه، فالجهاز فعلا بالظبط ثبت وجوده معايا في اداء السوشيال ميديا، وزي ما قلت لكم كمان في نقطه الالعاب اللي انت هتقدر تلعب الالعاب الثقيله ولكن على الدقه المنخفضه. اما بالنسبه للبطاريه ففعلا البطاريه هنا حرفيا وحش الفئه المتوسطه والاقتصاديه من ناحيه البطاريه، وانا قاصد ان انا اقول كمان المتوسطه لان البطاريه بتاعته حرفيا جباره، انت بتشحن الموبايل 100% وتنزل تنسى بقى الموبايل بتاعك لمده يوم ونص وانت على الاستخدام التقيل اللي هو زي حياتي طبعا، انا يعني حط الموبايل تحت ضغط ربنا ما يوريهولك، ولكن في الاول وفي الاخر
جهاز بالتوليفه دي بالسعر ده لا يستحق الشراء، وهسيب لكم لينكات تحت من سوق زوميا لو انتوا عايزين تشتروا من خلالها، فدي حاجه طبعا هتدعمني بشكل كبير قوي. شكرا ان انت شفت الفيديو للاخر، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير جدا. كان معكم محمد طايل، دمتم في رعايه الله، سلام عليكم. I'm gonna go get some more.